It's about 38 billion and the big support, very important. The best money we've ever spent. You remind me of our better selves in America. That there was a time in America that we were this way, fighting to the last person, we're going to be free or die. Now you are free. Yes. And we will be. And the Russians are dying. Yes, but they came to our territory. Yeah. لا شك بأن العداء الروسي الأمريكي واضح وضوح الشمس، فهذا العداء الذي يمتد منذ الحرب العالمية الثانية تجددت صورته بضخ السلاح والمعونات الأمريكية إلى أوكرانيا لتستمر في الصمود في حربها مع روسيا. ولكن رغم كل ذلك العداء التاريخي، يبقى اختيار كلمات وتصريحات أساسة مهماً. فمهما كان هذا العداء شديداً، لا أحد يدعم الموت أو يصفه بالشيء الإيجابي، ولكن هذا هو ما حصل مع سيناتور أمريكي. فانتشرت فيديوهات مصورة من زيارة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية لانسي جراهام إلى أوكرانيا ولقائه برئيسها الذي أثنى على سخاء الولايات المتحدة، ليرد السيناتور بأنه أفضل ما أنفقته الولايات المتحدة، وهذا أثار الجدل. الجملة اللاحقة الذي قالها بأن الروس يموتون الآن، فرغم أنها حرب يرى كثيرون بأنه ما زال من غير اللائق أن يقول سياسي بأن أفضل نقودا أنفقتها الدولة هي تلك التي قتلت آخرين، ورغم أن الرئيس الأوكراني حاول أن يستدرك الموقف وقال أن الروس هم من هجموا، إلا أن كلمة السيناتور لم تمر مرور الكرام على أي حال. من جهته انتشر هذا الفيديو في روسيا بشكل واسع عبر وسائل الإعلام التي وصفته بمشجع الحروب. كما أيضا قامت وزارة الداخلية الروسية بوضع السيناتور على قائمة المطلوبين. شعبيا أثارت تصريحات السيناتور آراء جدلية عبر السوشيال ميديا حتى بين الأمريكيين أنفسهم، والذين انهالوا عليه بتعليقات غاضبة، سنقرأ لكم بعضا منها ونبدأ من جين التي قالت: لانسي جراهام من دعاة الحرب المتعطشين للدماء، يحتاج لأن يتقاعد هو وأمثاله. كيفن علق أيضا وقال: يا له من مريض، كيف يعتقد بأن الموت هو أفضل أموال أنفقتها الدولة؟ ومن ثم يمررون رفع سقف الديون لزيادة الدين الأمريكي 4 تريليونات أخرى، بينما يصف الحرب بأفضل نقود أنفقت. مارتن أيضا كتب وقال: لدي خبر مؤسف لك أيها السيناتور، أفضل أموال أنفقتها على الإطلاق تسببت في هزيمة أوكرانيا من قبل شركة خاصة في باخموت. من العالم العربي أيضا كان هناك تغريدات، سنقرأ لكم تغريدة لزياد يقول فيها جملة توضح بأن الحرب في الأساس بين روسيا والناتو بقيادة أمريكا، وأن أوكرانيا مجرد بيدق، وما زال زيلينسكي مصدق أنه جزء رئيسي من الحرب. محمد أخيرا يقول في هذه التغريدة: بالتأكيد أفضل نقود أنفقوها ولها قيمة ولذة، وين غير أوكرانيا يلقون رئيس يقبل بأن تتحول بلده لساحة معركة وقتال وتجارب وتآمر وتفكك، ويستمر بتقديم الولاء لهم.